الحافلات طبعا هذا فيه الموديل، اذا كانت شركه من الشركات مغربيه او غير مغربيه تفعل اي نوع من العنصريه والتمييز الذي نرفضه بالقانون ونرفضه كذلك بالعرف ونرفضه كذلك على مستوى الاخلاق، فندين هذا الفعل ادانه كامله. فالمغرب بلد استقبل الافارقه ونحن ننتمي لهذه القاره، وقام بتسويه اوضاعهم، وجلاله الملك رسميا يشرف على هذه العمليه. فبالتالي اي نوع او اي فعل تاكدنا منه سنتصدى له، ان المغرب بلد مسالم وبلد افريقي، واكثر من ذلك فنحن نرحب بالاخوان الافارقه في الظروف العاديه والقانونيه.